نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أحباب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مرحبا بكم في هذه الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك، شهر الصيام، وشهر القرآن، وشهر القيام، وشهر الرحمة والمغفرة، وشهر العتق من النار. الإخوة الأحباب، بمشيئة الله عز وجل نتحدث عن شهر رمضان، شهر القرآن، كما قال ربنا عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. لأنه ربما ظروف الحياة ومشاغلها تصرف الكثير من الناس عن النظر في كتاب الله عز وجل في هذا الشهر الكريم، وقراءة القرآن لا تكون مرتبطة برمضان وفقط، وإنما يقرأ القرآن قبل رمضان وبعد رمضان، لكن المسلم يكثر من القراءة ويكثر من النظر في المصحف في هذا الشهر المبارك، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل فيه القرآن. قال ربنا سبحانه وتعالى: حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. وقال ربنا عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فالمسلم لا يحرم نفسه من النظر في كتاب الله عز وجل، لأن القرآن مأدبة الله، فتعلموا من مأدبته ما استطعتم. إن هذا القرآن هو حبل الله المتين، وهو النور المبين، وهو الشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به، ونجاة لمن اتبعه، لا يعوج فيقوم، ولا يزيغ فيستعتب، ولا تنقضي عجائبه، ولا يخلق عن رد أحدكم فتلوه، فإن الله يأجركم بكل حرف عشر حسنات. كل حرف من كتاب الله عز وجل بعشر حسنات. إذن لماذا يحرم المسلم نفسه من هذا الثواب؟ يقول صلى الله عليه وآله وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. الصيام والقرآن، واجتمع الاثنان في رمضان. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأوا القرآن. لماذا يا رسول الله؟ اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ربما تسمع الآن هذا الحديث وتقول: يعني القرآن يشفع لي، وما هو فضل شفاعة القرآن؟ تعلم فضل شفاعة القرآن حينما تقرأ آيات الأهوال والمخاوف التي تكون في يوم القيامة، كما قال ربنا: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. حينما تقرأ قول الله عز وجل:
إذا جاءت الصاخة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. حينما تدنو الشمس من رؤوس العباد يوم القيامة، حينما يفزع الناس كما قال الله عز وجل: سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا، عندئذ يأتي القرآن ويشفع لك عند الله سبحانه وتعالى. يطلب من الله عز وجل أن يشفع فيك لأنك قرأت القرآن واستمعت إليه وأدمت النظر في كتاب الله عز وجل. اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه. اقرأ تكملة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ البقرة وآل عمران، اقرأ الزهراوين البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان، يعني قطعتان من طير صواف، يحاجان عن صاحبيهما يوم القيامة. اقرأوا البقرة فإنها لا تستطيعها البطلة، وإن تركها حسرة وإن أخذها بركة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو القرآن أحبب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتي ويشفع لك عند الله عز وجل، يحفظ بيتك من أن يدخله الشياطين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن تقام بيوتنا على كتاب الله، أن يكون البيت بيتا قرآنيا، الأب يقرأ في كتاب الله عز وجل، الزوجة تقرأ أو تسمع، الأطفال حينما يجدون آباءهم وأمهاتهم يقرؤون في كتاب الله عز وجل، فإنهم منشؤون على مائدة القرآن وعلى مأدبة القرآن، ويحفظون ما تيسر لهم من كتاب الله عز وجل. ولذلك يقول صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام أبو داود بسند لا بأس به، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يؤتى بوالد حامل القرآن يوم القيامة بالأب والأم، فيعطيان تاجا أو يلبسان تاجا ضوءه أحلى من ضوء الشمس، فيقولان: يا ربنا بما نسينا هذا، يعني هذا التاج، التاج الذي ضوءه يعني أفضل من ضوء الشمس، يا ربنا بما نسينا هذا، فيقول لهم الله سبحانه وتعالى: بأخذ ولدكما القرآن، لأن هناك ولد لكما قرأ كتاب الله عز وجل. هذا الطفل القرآني الذي قرأ القرآن وتربى على مائدة القرآن، كيف يقرأ القرآن وأبوه لم ينظر في كتاب الله عز وجل؟ إذا أحباب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الأسرة كلها قرآنية تقرأ وتسمع. إذا لم يكن الأب عنده يعني دراية بالقراءة فمن الممكن أن يسمع، وكذلك الزوجة إذا لم تكن عندها الاستطاعة لأن تقرأ في كتاب الله عز وجل تسمع. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسمع ويسمع من الصحابة. يروي الإمام البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لسيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. يعني الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ على واحد من صحابته سيدنا أبي بن كعب، أن يقرأ عليه النبي القرآن سورة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، سورة البينة: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة إلى آخر السورة. فسيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: وسماني، أي أن الله عز وجل سماني يا رسول الله، يعني قال لك يعني اقرأ على أبي بن كعب القرآن؟ قال: نعم يا أبي. فبكى سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه، بكى، بكى من يعني من عظمة هذا الأمر، كيف أن الله سبحانه وتعالى خصه وذكره للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه سورة البينة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على الصحابة ويسمع منهم،
كما تعلمون حديث الإمام البخاري الذي رواه سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في يوم من الأيام يا ابن مسعود اقرأ علي القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة أن يقرأوا عليه، وهو الذي قال له ربه سبحانه وتعالى نور والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإنك لعلى خلق عظيم. وقال له ربنا سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. يعني الله سبحانه وتعالى أمره بالقراءة على الصحابة ورتل القرآن ترتيلا. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. الله سبحانه وتعالى أمره بأن يرتل القرآن على الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسمع من الصحابة. ولذلك لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود أن يقرأ عليه القرآن تعجب سيدنا عبد الله بن مسعود. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ عليك القرآن وأنت الذي أمرك ربك أن تقرأ علينا القرآن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم إني أحب أن أسمع القرآن من غيري. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع القرآن. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع القرآن فما بالك بنا نحن؟ إذا كان الإنسان لا يعني لا يجيد القراءة أو لا يعني يجد في القراءة في قراءة القرآن مشقة، فمن الممكن أن يستمع. المهم لا يحرم نفسه من أن تكون له علاقة قوية بكتاب الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم إني أحب أن أستمع إلى القرآن من غيره. فقرأ عليه سيدنا عبد الله بن مسعود بداية من سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، حتى وصل إلى قول الله سبحانه وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حسبك الآن. ومن السنة حينما تريد أن يقطع الذي يقرأ القرآن القراءة أن تقول له حسبك، ولا يقول صدق الله العظيم، لأن صدق الله العظيم لم ترد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من صحابته، وإنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم حسبك الآن، أن اكتفي بالقراءة. فسكت سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والتفت سيدنا عبد الله بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجد عيناه تذرفان بالدموع. يبكي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم لا؟ هو الذي قرأ قول الله سبحانه وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. المؤمن يستمع إلى القرآن بعقله وقلبه قبل أذنه حتى يزداد إيمانه. قال الله عز وجل في بداية سورة الأنفال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. كلما قرأ عليهم القرآن كلما ازدادوا من ناحية الإيمان، لأن الإيمان كما يقول علماء أهل السنة والجماعة في العقيدة الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. يزيد إيمانك حينما تقرأ في كتاب الله، يزيد إيمانك حينما تسمع إلى كتاب الله عز وجل. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ومما يؤثر عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كما يروي الإمام البخاري في الصحيح أن أبا بكر كان رجلا بكاء. شوف كلمة بكاء، بكاء يعني صيغة مبالغة، يعني كثير البكاء عندما يستمع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع بالقرآن سيدنا عبد الله بن مسعود فيبكي، وسيدنا أبو بكر الصديق بكاء، وكذلك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يزيد إيمانهم حينما تقرأ عليهم آيات القرآن الكريم. الإخوة الأحباب، المسلم حينما يستمع إلى هذه الآيات القرآنية وإلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يديم النظر في كتاب الله عز وجل. مما يروى عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه بسند لا بأس به قال أديم النظر في المصاحف. أديموا، شوف تخيل سبحان الله، أديموا يعني عليكم بدوام النظر في المصاحف، في المصحف، في كتاب الله عز وجل. عليك أن تكثر من النظر فيه، عليك أن تكثر من القراءة فيه. لا بد وأن يكون لك ورد يومي من كتاب الله عز وجل
حتى ولو قليل، يعني حتى ولو تقرأ صفحة واحدة. يعني في رمضان عليك أن تجتهد في القراءة والاستماع، في رمضان عليك أن تقرأ كل يوم حزبين على الأقل، حتى يأتي آخر رمضان وقد ختمت كتاب الله عز وجل قراءة وتدبرا. ومن بعد رمضان أو من قبل رمضان عليك ألا تقطع علاقتك بكتاب الله عز وجل، ورد يوم من كتاب الله عز وجل، ليس شرطا أن تحفظ، لو حفظت يكون أفضل، لكن على الأقل أن تقرأ يوميا حتى ولو صفحة من كتاب الله عز وجل، حتى ولو نصف صفحة قبل أن تنام، بعد أن تستيقظ من النوم. المهم أن يكون القرآن دائما عنده وقت تقرأ فيه كتاب الله سبحانه وتعالى. يعني عندك وقت لكتاب الله عز وجل مخصص للقرآن تقرأ فيه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني أرشدنا إلى فضائل سور معينة وآيات قرآنية معينة. يعني إذا لم يكن الإنسان عنده الاستطاعة أن يقرأ كل كتاب الله سبحانه وتعالى أو أن يستمع إليه كله، فعلى الأقل يقرأ سورة البقرة يستمع إليها كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي سبق وأن ذكرناه، يقرأ الزهروين والبقرة والعمران، يقرأ آية الكرسي كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني أنها تحفظ الإنسان، كما يروي الإمام البخاري في الصحيح حديث سيدنا أبو هريرة حينما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يحفظ زكاة رمضان، فأتى عليه الشيطان وأخذ من الصدقة. فالمهم لما حكى أبو هريرة القصة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان أخبره، طبعا سيدنا أبو هريرة لم يكن يعلم أنه شيطان، لكن المهم أن الشيطان قال له إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال معك من الله حافظ حتى تصبح. يعني لا يزال عليك من الله حافظ يحفظك يحرسك حتى الصباح. فهذا كلام من للشيطان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعه قال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبو هريرة رضي الله عنه قد صدقك وهو كذوب، أي نعم هو يكذب لكن هذا الكلام حق، أي أن الله سبحانه وتعالى يجعل عليك حافظ يحفظك حينما تقرأ آية الكرسي في ليلتك قبل أن تنام، وحينما تقرأ الآيات الأخيرة من سورة البقرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ به ما في ليلته كفتاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوجهنا إلى أن هناك يعني آيات سور معينة وآيات خاصة من الممكن أن يقرأ الإنسان أن يقرأها الإنسان دائما، لا سيما سورة البقرة آية الكرسي الآيات الأخيرة من سورة البقرة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما يروي الإمام مسلم في الصحيح يقول بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع الصحابة بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع سيدنا جبريل عليه السلام، بينما جبرائيل جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم صوتا في السماء، فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم جبريل عليه السلام، فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا ملك نازل من السماء لم ينزل إلا هذه المرة. يعني نزل خاصة دائما الذي يبلغ القرآن والذي يعني الذي جعل الله سبحانه وتعالى يوحي بالقرآن للنبي صلى الله عليه وسلم سيدنا جبريل. فهذا الملك نزل في هذه المرة بآيات خاصة من كتاب الله عز وجل، نزل بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة كما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم أبشر يا رسول الله فهذا ملك نزل بآيتين من سورة البقرة، لا بفاتحة الكتاب والآيتين الأخيرتين من سورة البقرة لم يعطهما نبي قبلك، يعني شيء خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما قرأ أحد بحرف منهما إلا أعطيه. يعني أنت في ختام سورة البقرة طبعا في سورة الفاتحة تسأل الله سبحانه وتعالى تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فالله سبحانه وتعالى يستجيب لك. وحينما تقرأ الآيات الأخيرة من سورة البقرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته وعلى الذين من قبلنا إلى آخر الآيات فإن الله عز وجل يستجيب لك. لا يعني لماذا نزل هذا الملك خاصة لهذه الآيات؟
لأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يوجهنا إلى أن هذه الآيات المسلم يكون حريصا على قراءتها. الآيات الأولى من سورة البقرة، سورة آية الكرسي، الآيات الأخيرة من سورة البقرة، وهكذا آيات إذا لم يكن عند المسلم طبعا كما قلنا الاستطاعة أن هو يديم النظر في كتاب الله عز وجل أو الاستماع إليه أو أن يقرأ سورة البقرة كاملة، فعلى الأقل يقرأ هذه الآيات. تخيل بيتك حينما تقرأ فيه القرآن الكريم، كيف تنزل عليه السكينة وكيف تقشر الرحمة وكيف تحفه الملائكة. وهذا الكلام يعني ليس كلاما على سبيل المجال، وإنما كلام حقيقي، أن البيت المسلم تقشر الرحمة وتتنزل عليه السكينة وتحفه الملائكة حينما يقرأ فيه كتاب الله سبحانه وتعالى. والذي يدل على ذلك ما رواه الإمام البخاري ورواه الإمام ابن حبان أيضا عن سيدنا أسيد بن حضير رضي الله عنه وارضاه. سيدنا أسيد بن حضير في يوم من الأيام كان جالس في بيته يقرأ ما تيسر له من كتاب الله عز وجل، وغالب ظن أنه كان يقرأ سورة البقرة، فكان يقرأ ويقرأ، وإذا بفرسه يعني كانت عنده الفرس ومربوطة بجانبه، وكان عنده ابنه يحيى أيضا نائم بجانبه. وبينما هو يقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى إذ جالت الفرس، يعني تحركت الفرس واضطربت، فكلما يعني زاد من القراءة كلما زادت حركة الفرس واضطرابها، وكلما يعني سكت كلما هدأت الفرس وسكنت. فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالأمر، أن سيدنا أسيد بن حضير لما أمسك عن القراءة ونظر إلى السماء فوجد يعني ظلة من المصابيح تظله، فهو تعجب يعني كيف أن الفرس تتحرك عند قراءة القرآن وكيف هذه يعني المصابيح التي رآها في السماء يعني تظله. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بهذه الأمور، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ يا ابن حضير، لأنه اسمه سيد ابن حضير، اقرأ يا ابن حضير إن هذه الملائكة تنزلت لقراءتك لكتاب الله عز وجل، ولو ظللت تقرأ لأصبحت حتى يراها الناس. سبحان الله، تخيل الملائكة تتنزل لقراءة القرآن، ولو ظل أسيد بن حضير على قراءته كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لظلت الملائكة ورآها الناس، نظرا لأنها تسمع كتاب الله سبحانه وتعالى. تخيل بيتك حينما تقرأ فيه كتاب الله سبحانه وتعالى، أو حينما يعني تسمع فيه كتاب الله عز وجل. إذن أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما تقرأ في كتاب الله كل حرف تأخذ به 10 حسنات، يعني كما ضربت مثالا على ذلك، يعني كما قلنا بسم الله الرحمن الرحيم، يعني بسم الله الرحمن الرحيم 19 حرفا ب190 حسنة، فما بالك إذا زدت ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ما بالك إذا قرأت حزبا، إذا قرأت حزبين، إذا ختمت سورة البقرة ثم آل عمران ثم النساء ثم المائدة، وهكذا يعني لا 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 تجعل الشيطان يثقل عليك هذه الأمور حتى لا تتكاسل عنها، فتحرم نفسك من أجر كبير ومن ثواب عظيم. فإن الدنيا لا تغني عن الآخرة، وإن القرآن خير وأبقى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم من الأيام يسأل الصحابة كما يروي الإمام البخاري في الصحيح، ويقول لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ ثلث القرآن في ليلة، يعني تقرأ يعني تخيل لما تقرأ يعني البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف حتى تصل إلى ثلث القرآن. فالصحابة يعني كأنه شق عليهم هذا الأمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله الواحد الصمد ثلث القرآن، يعني حينما تقرأ سورة قل هو الله أحد فكأنما قرأت ثلث القرآن.
وحينما تقرأ بالمعوذتين كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصنع حينما يأوي إلى فراشه، كان يقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ برأسه ووجهه ثم يسير على سائر جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات. يعني القرآن الكريم علاقة يومية بكتاب الله سبحانه وتعالى، تفتح يومك بكتاب الله عز وجل، تختم يومك بكتاب الله سبحانه وتعالى، تعيش دائما مع القرآن، لأن القرآن أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل كنز يعطاه الإنسان، والله أفضل من كنوز الدنيا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة، شوف السؤال، النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعلم نفسية الإنسان وأن الإنسان يحب المال حبا جما، فبيقول النبي صلى الله عليه وسلم أيحب أحدكم إذا رجع إلى بيته، هذا حديث رواه الإمام البخاري في الصحيح، أيحب أحدكم إذا رجع إلى بيته أن يجد ثلاث خلفات عظام سمان، يعني الخلفة المقصود بها الناقة الحامل، يعني ناقة طبعا تعرف سعر الناقة الآن، يعني الجمل أو الناقة ربما يعني يكون سعره أكثر من 1000 يورو، فتخيل لما الواحد يرجع إلى بيته كل مرة ويجد 3000 يورو في البيت، ده يعني أقل شيء، ده أدنى شيء، ولو الناقة حامل يعني ربما يصل ثمنه إلى 2000 يورو. فتخيل لما حينما تأتي إلى بيتك في كل مرة من المرات وتجد يعني هذا يعني المبلغ المالي، كيف تكون نفسيتك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة يعني أيحب أحدكم إذا رجع إلى بيته أن يجد 3 خلفات في سمان؟ فقالوا بلى يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قرأ أحدكم 3 آيات في صلاته فإن له عند الله سبحانه وتعالى أفضل من 3 خلفات عظام سمان. يعني كل آية تقرأها في صلاتك كأنها في ميزان الحسنات عند الله سبحانه وتعالى أفضل من ناقة عظيمة سمينة حامل آية. فكلما فما بالك إذا قرأت آيات وآيات في كتاب الله سبحانه وتعالى أثناء الصلاة أو استمعت إلى هذه الآيات، قل هذا حتى يصبر المسلم نفسه حينما يكون في بيت الله عز وجل ويقرأ في القرآن أو يقرأ عليه القرآن في صلاة القيام. وفي حديث آخر هو الإمام مسلم في الصحيح يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيحب أحدكم أن يغدو إلى المطحان أو العقيق، دي أماكن طبعا قريبة من مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يغدو أحدكم إلى يعني العقيق، يعني هذا مكان، فيأتي منه بناقتين كوموين، يعني ناقة عظيمة أو ناقتين عظيمتين. فقالوا بلى يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يغدو أحدكم إلى المسجد، تذهب إلى بيت الله سبحانه وتعالى وتقرأ آيتين من كتاب الله سبحانه وتعالى أفضل من ناقتين كوموين. يعني حينما تأتي إلى بيت الله يعني الأمور القرآن مرتبط بالصلاة ومرتبط بالمسجد. طبعا نحن نتحدث في هذه الخطبة باعتبار أننا في شهر رمضان حتى نحفز المسلم على أن يزيد وأن يكثر من قراءة القرآن في رمضان، لكن هذا الأمر ليس قاصرا على رمضان حتى لا يفهم الكلام خطأ، حتى لا نهجر القرآن بعد رمضان، وإنما هذا يعني هو ديدن المسلم بمعنى أن هذه طبيعته وأن هذا يومه دائما مع كتاب الله سبحانه وتعالى، دائما يأتي إلى بيت الله عز وجل ويقرأ ما تيسر، يقرأ آيتين، يقرأ 3 آيات، يقرأ سورة البقرة، يقرأ أقل، يقرأ أكثر، المهم أن عنده علاقة وصلة بكتاب الله سبحانه وتعالى. إذا أحباب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علمنا الآن كيف أن القرآن عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وكيف أن ثوابه وأجره كبير عند الله عز وجل، وكيف أن المسلم حينما يقطع صلته بكتاب الله فإنه يحرم نفسه من الأجر الكبير. قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة الفاطر إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، يرجون تجارة، يعني الذين يتلون كتاب الله يتاجرون مع الله، يعني هذا هو معنى الآيات، الآيات يعني لا تحتاج إلى تفسير لأن معناها واضح، إن الذين يتلون كتاب الله أقاموا الصلاة أنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ماذا؟ يرجون تجارة، يرجون تجارة لا
لأن المسلم كما أو الإنسان عامة يحب التجارة ويحب المال ويحب المكسب ويحب الربح، هذه أمور طبيعية في نفسية الإنسان. فالله سبحانه وتعالى نقلنا من التجارة الدنيوية إلى التجارة مع الله سبحانه وتعالى. لا حرج أنك أنت تتاجر في الدنيا، لا حرج أنك أنت تعمل وتعمل في المصنع، تعمل في 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 المعمار، تعمل في أي مجال من المجالات. المهم ألا تنسى أن هناك عمل مع الله، أن هناك تجارة مع الله. يرجون تجارة لن تبور، تجارتهم في الدنيا من الممكن أن تهلك وأن تخسر، إنما التجارة مع الله عز وجل لن تبور، لن تهلك ولن تخسر. لماذا؟ لأنهم لا يتاجرون مع الناس، وإنما يتاجرون مع رب الناس سبحانه وتعالى. لا يتاجرون مع الخلق، وإنما يتاجرون مع رب الخلق. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور أبصارنا، وذهاب همومنا، وجلاء أحزاننا. اللهم اغفر لنا بالقرآن ذنوبنا، ويسر لنا بالقرآن أمورنا. اللهم بارك لنا في أرزاقنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، وأن تجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا تدع لأحد منا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عاطلا عن العمل إلا ويسرت له عملا حلالا، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم. أقم الصلاة.